كابتن رضا حققت السنة دي الثنائية، وقبل كده كان ليه بطولات تانية كتير أكيد، ولكن تفتكر إيه أغلى بطولة أنت خدتها في حياتك من وجهة نظرك؟ بص، هو بطولة 2009، بطولة أفريقيا 2009 دي طبعا هتعتبر من أغلى البطولات بالنسبة لي، اللي هو يعني دي حاجة كده، يعني تيشرت البطولة عندي لحد دلوقتي بالميدالية، ما دول ما يعني انا عاده مثلا في حد بيطلب مني التيشيرت او حاجه بديله، بس التيشيرت ده حرفيا مخليه عندي. انا في وقتها كان عندي حوالي 17 سنه، كنت لسه بكبر، فتخيل انت دي اول حاجه بتشوفها. طبعا دي من احلى البطولات، بس انا بالنسبه لي السنه دي سنه استثنائيه. انا حرفيا كنت مبسوط جدا جدا، يعني كنت في اسعد حالاتي، ان انا دي حاجه كنت بحلم بيها ان انا احققها، وخصوصا مع نادي الزمالك، واحساس ان انت تكون عند حسن ظن الجمهور دي حاجه كبيره قوي. يعني انا شايف ان ده فرحه الناس، الفرحه في عيون الناس بحاجه اللي احنا عملناها دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي، اصلا دي بتسعدني اكتر بكتير. يعني